الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء امبارح: الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا في هذا الشهر الكريم، وأن يعيد عليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار. دي كانت رسالة السيد رئيس الجمهورية إلى كل المصريين والجاليات المصرية المقيمة بالخارج بمناسبة شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم دايما طيبين.